يمكن النهارده بيزورنا وفد عزيز علينا جدا جدا جدا. احنا لسه مودعين الاخوه نادي المريخ السوداني الشقيق. نستقبل بقى الاستاذ هشام حسن الصباط رئيس نادي الهلال. واحنا لو كنا استقبلناه قبل ماتش الاهلي يا نهار ابيض كانت الدنيا ولعت. برغم ان ايه والله طبيعي الاخوه من السودان من ليبيا من تونس من الجزائر من المغرب من موريتانيا دوله عربيه شقيقه. لو دخلنا كده الناحيه الثانيه العراق وسوريا والاردن والكويت والسعوديه والامارات والبحرين واليمن كل دي دول عربيه. انا شخصيا انا كمرتضى منصور القومي العربي ببقى سعيد جدا لما بيجوا مصر. ويمكن الحمد لله ان الزياره بتاعت اخويا استاذ هشام والوفد اللي هيقدمه لنا دلوقتي جاي من نادي الهلال السوداني بعد الماتش. لان لو قبل الماتش مرتضى بقى قال له الخطه وخلي بالك وده هيلعب مش عارف مين وهيلعب مين. لكن هم لانهم ناس عندهم ذوق جدا 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 حرصوا ان الزياره بعد انتهاء المباراه. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للنادي الهلال، هارد لك لنادي المريخ. لكن في النهاية دي رياضة فيها مكسب وفيها خسارة. لكن العلاقة بين الشعبين المحترمين شعب مصر والسودان على فكرة الناس مش عارفها ان اكبر شارع في الجيزة اسمه شارع السودان، وشارع هناك في حدائق القبة عند رمسيس مصر والسودان، وانه السيد محمد نجيب كان اول رئيس جمهورية والدته تقريبا سودانية، وانور السادات امه برضه سودانية، وان مصر والسودان كانت بلد واحدة وقدناها بلد واحدة. يكفي انه النيل بيجمعهم واللغة والعادات والتقاليد. شعب السودان ده شعب طيب جدا 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 جدا، انا اتعاملت معه وشعب محترم جدا جدا. يمكن الاخوة اللي كانوا بيجوا يزوروني هنا من شعب السودان لما بتطلع في برنامج الناس في القهاوي بيجيبوا اللقاء بتاعك انت، الناس بتحبنا هناك وانا بحبهم جدا. وان شاء الله هنزور السودان قريب جدا جدا. السودان دي سودان الخير، يعني عايزة تتكلمي عن الخير والزرع والنمو هتلاقيها في السودان. عايزة تتكلمي على أكبر يمكن ثروة حيوانية عندهم في السودان، ما عندهمش هم الحمد لله مشاكل في اللحم خالص الحمد لله الحمد لله. لكن أكبر من دول ودول سواء ثورة زراعية أو الحيوانية يكفي أنهم عندهم ثورة بشرية، ثروة بشرية. البشر هناك محترم، يمكن عاداته تقريبا زي أهلنا في النوبة وأسوان، طيبين جدا جدا. لكن ما تجيش ناحية مناخيرهم، هتيجي ناحية مناخيرهم مش هتشوف نفسك. هو ده شعب السودان، هو شعب النوبة، هو ده شعب الصعيد، هو شعب أسوان. وإحنا عندنا طبعا من النوبة عندنا شيكابالا وعندنا إبراهيم يوسف وعندنا محمد منير وعندنا الكابتن إسماعيل يوسف. لا عندنا ناس كتير يعني حتى عاداتهم. وعندنا طبعا سمير محمد علي طبعا جون، وعندنا عمر النور بس عمر النور سوداني سوداني، يعني عمر النور سوداني بيور، لكن ممكن يكون سمير محمد علي يعني مخلط شوي. اهلا بك يا استاذ هشام في النادي نادي الزمالك، وانا سعيد ان انا شفت الوفد بتاعك. ممكن حضرتك تقدمه لنا بقى واحد واحد كده؟ اتفضلوا واحد واحد. اتفضل بالترتيب كده، ده المستشار بتاع السيد رئيس النادي جنبنا هنا. اتفضل. اهلا بك. اتفضل. ده الاستاذ مرتضى، استاذ ايمن جنبوش مدير عام صحيفه الزرقاء، صحافه جميله. لا سهلا. استاذ عاطف الجميسي جمسي رئيس تحرير صحيفه الزرقاء، اتفضل. استاذ عثمان الاحمر قطاع العلاقات الخارجيه بنادي الهلال، اتفضل. استاذ منذر محمد سكرتير رئيس النادي الرياضي، والاستاذ طاهر صالح صحفي وقريب طاهر الطاهر. ده نصيب دي رياضة، لو مكتوب ان انتوا تعدوا هتعدوا. نعم. واخد بالك؟ طاهر الطاهر من اللعيبة الحريفة جدا جدا المشهورين في العالم العربي، بس دايما الحاجات الصعبة بتيجي في اللعيبة الحريفة. اهلا بيك، وانت عملت جولة اهو في النادي، اتفضل حضرتك. السلام الرحيم. احنا سعيدين جدا بهذه الزيارة، ونزور سيد المستشار مرتضى اللي هو نادي الزمالك. طبعا سعيدين جدا، احنا يعني عندنا خبره او سمعنا بتطور اللي حصل، لكن اليوم جينا وشفنا تقريبا ربع النادي، لكن هذا الربع لم نرى له مثيل
في كل العالم والله، سواء كان على المستوى العربي والمستوى الافريقي ولا اوروبا ولا امريكا، ما لقينا بهذا المستوى. فهذا هو عباره عن دوله مصقره، هذا الربع هو عباره عن دوله مصقره في هو الثقافه، المجال الثقافي والاجتماعي والرياضي وكل يعني هذه العلاقات موجوده فيها. واحنا طبعا والله سعيدين جدا مع هذه الرياضه. الرياضه هي طبعا بتجمع بين الشعوب، يعني الثقافه الرياضيه هي بتجمع بين الشعوب. طبعا فيها متعه وفيها تنافس وفيها نديها، هذا التنافس بديها رونقها وجمالها. فان شاء الله احنا ما في مشكله بين اي نادي في الوطن العربي، سواء كان مع الاهلي ولا او الزمالك، فاحنا ان شاء الله كلهم حنزورهم وكلهم حنتفقدهم ونشوف اوضاعهم وهم برضه يشوفوا اوضاعنا كده. في علاقات تبادل بتاع الثقافه وتبادل بتاع رياضيه وخبرات، وان شاء الله احنا سعيدين والله بهذه الزياره. وايضا برضه كان ندعو اخونا مرتضى يزورنا في السودان هناك. اروح الخرطوم ومدرمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احنا يعني سعيدين جدا بهذه الزياره ومبسوطين جدا بهذا الاستقبال الرائع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. انا بس بتمنى بقى من الحد فيك السنه الجايه الزمالك لو لعب المريخ يلعبه في السودان، والاهلي او الزمالك لو لعب الهلال يلعبوا بجماهيره في السودان. لان مفيش ماتش يا جماعه انه مثلا هلال بيلعب على ملعبه والجمهور بره خارج الاسوار عماله تسقف من بره، لا ما هو كده مش جمهور. نتمنى احنا طبعا باركنا النادي الاهلي وقلنا هما نفسهم قالوا المدرب بتاعهم قال لك الاحق في الماتش كسب الحمد لله. وزو بقى اللي قامت بعد الماتش اللي اتعمل في في في, في السودان انتهت ليه؟ زي ما استاذ هشام قال، هي دي الرياضه ودي الروح الرياضيه. الرياضه بتقرب الشعوب، عمرها ما بتبعد الشعوب. واذا كان هنا بعض الموتورين للاسف او بعض الموتورين لن يؤثروا على العلاقات المصريه السودانيه زي ما اقول من ازل الازل الازل. يعني تيجي تكلمني زي ما انا قلت كده، اول رئيس جمهوريه في مصر سوداني امه محمد نجيب. طيب انور السادات الراجل الجميل اللي استشهد ده الله يرحمه، والدته سودانيه. فعايز اقول انه العلاقه بين مصر والسودان لن يفرقها، لن يفرقها ماتش كوره ولا يفرقها نادي، بالعكس بالاجماع الحمد لله. ان شاء الله السنه الجايه باذن الله ربنا يوفق باذن الله ونشغل العمر السودان نادي المريخ يرجع يلعب على ملعبه، ونادي الهلال نشوف جماهيره في المدرجات مش يبقى في الشارع عمالين يسقفوا من بره. هو طب اللاعب هيستفيد ايه؟ ما هو اللاعب للاسف انا شفت المدرجات، مش ماتش الاهلي بس، كل الماتشات اللي اتلعبت على ارض الهلال موات. الملاعب من غير جماهير، جماهير واعيه المحترمه المتحضره، جماهير السودان واعيه متحضره ما عندهاش مشاكل. اما الجماهير بقى اللي بتروح تشتم اللعيبه او تشتم بتاع دي مش جماهير، دول يبقى ناس مدسوسين. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في البطوله الجايه باذن الله. ان شاء الله معكم نادي المريخ اللي كان حظنا انه جه فاق في اخر ماتش ودخل فيها ثلاث اجوان، لكن الناس محترمين واهلا بيك في مش عايز اقول بقى في ارضك الثانيه، لا في وطنكم. واحد مقرر واحد من غير مقرر ده السودان، مصر واحد مقرر، وحضرتك دي بقى مناسبه ده درع النادي دي لحضرتك. وتحياتي لكل شعب السودان كله بجميع انتماءاته. جزاك حسن حظ برضو كنت بستقبل امبارح في بيتي الاستاذ علي نائب رئيس وزراء ليبيا واخويا احمد قذاف الدم، واستقبلونا برضو في ليبيا. هي الشعوب العربيه كده، استقبلوا فريق الزمالك وبيلعب المريخ في ليبيا احسن استقبال، حاجه راقيه ومحترمه جدا جدا جدا. وانا بشكر طبعا برضو الشعب الليبي والمسؤولين الليبيين اللي استقبلوا ولادنا، وانا طبعا سعيد برضو بزيارته امبارح ليا في البيت، هو السيد احمد قذاف الدم استاذ علي نائب رئيس الوزراء الليبي. حاجه محترمه جدا جدا، وهي دي العلاقه بين الشعوب العربيه. انا بشكرك وحضرتك شرفتني. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. شكرا.